شو أخبارك اليوم؟ بدنا ناخذكم اليوم رحلة على جبل إنجلبير. جبل إنجلبير يعني جبل الملائكة. رحلتنا اليوم هتكون ممتعة جدا، تابعونا وخليكم معنا، ولا تنسوا اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وخليكم حتى نهاية الفيديو معنا. احنا هننطلق الآن ويلا بينا. جبل الملائكة إنجلبير. الطقس صراحة بارد جدا جدا، اتمنى تكونوا معنا وان شاء الله تكونوا تستمتعوا بالفيديو اللي راح نقدمه لكم اياه اليوم من إنجلبير. إنجلبير معروف صيفا وشتاء بالسياحة، فيها عدة نشاطات ممكن الواحد يقوم فيها. ان شاء الله راح نعرفكم اكثر واكثر بالفيديوهات القادمة عن إنجلبير. حاليا حنعمل فيديو مختصر عن إنجلبير، ان شاء الله عندنا زيارات تانية. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وكملوا معنا الفيديو للآخر. كلوستر إنجلبيرغ باللغة الألمانية، إنجلبيرغ أباي باللغة الإنجليزية، وهو دير بندكتيني يقع في قرية أوبفالدن السويسرية. تأسس عام 1120، وازدهر هذا الدير بالعلم والمعرفة والانضباط. كان لديه مكتبة كبيرة جدا تحتوي على أكثر من 20,000 مجلد و200 مخطوطة مختارة، ولكن للأسف تعرضت للنهب من قبل الفرنسيين في عام 1798. لكن المكتبة تحتوي حتى اللحظة، حتى يومنا هذا، على مجموعة كاملة من كتابات مارتن لوتر. كما تم تدمير المبنى بالكامل تقريبا، وتم إعادة بنائه عام 1729، وأجمل من السابق، وبقي حتى يومنا هذا.
بلدية إنجلبرغ هي عبارة عن معزل أوبفالدن، وتحيط بها كانتونات بيرن، نيدفالدن وأوري. إنجلبرغ هو منتجع جبلي رئيسي في وسط سويسرا. اشتهرت إنجلبرغ في العصور الوسطى بالجودة التعليمية في دارها البندكتيني. من القرن 19 وصاعدا أصبحت إنجلبرغ معروفة دوليا كمنتجع جبلي، لكنها تزورها اليوم للتزلج بقدر ما تزورها لطبيعة جبال الألب، بفضل مزيجها من مرافق الثلج والرياضة الحديثة وموقعها في جبال الألب. تشتهر إنجلبرغ اليوم بالسياحة الصيفية والشتوية، وأقرب مدينة إليها مدينة لوزرن، ما يقارب 45 دقيقة من مدينة لوزرن أو نصف ساعة، تقريبا ساعة وثلث إلى مطار زوريخ.